السلام عليكم السوق واش قد درجتنا واش اخوتي اليوم جيناكم ب اس اس 25 كما كتعرفوا اس اس هوندا 125 روبو. بالنسبه دابا غادي نشوفوا كما كتشوفوا هذا هو الشكل تاعها. انا اس اس 125 الروبو. بالنسبه للامتياز تاع الروبو دابا غادي نشوفوا بران تاع الشارج. الشارج غادي نحلو من هنايا. كما كتشوفو هدا هو الشارج تاعو. يعني فين تحط الحوايج تاعك، يعني يمكن لك تحط كاسك، يعني تحط شي حاجة. يعني بالنسبة كبير كبير واحد شوية. كما كتشوفو هدا هو كوب كورون، يعني ايدلين ستوب، يعني بحال كنتي في ستوب، يعني كتهبط هذا لتحت كتسكت بوحده، يعني كتكسيري وكتبقى غاده. كما كتشوفوا كونتور مكانه، يعني كونتور عادي من شي ديجيتال. هنا لي كوين تاع السخونيه، وهنايا لي كوين تاع ليسانس. وبالنسبه ليا كتكون الساعه. بالنسبه لنايا السينيالات كيطلع لك انا اللي كنت دير السينيال. وبالنسبه لنايا الفار، بالنسبه اخوتي هذا هو السيستم اللي قلت لكم، يعني انت انكسيري غادي ديماري. بالنسبه انا وقفتي في ستوب كتكتب وحده. سنو تكتب انا يسكت بوحده. انا دابا بحال كنتي كتوقف بزاف ستوب كتسكت بوحده. يعني لا حتى ستوب لتحت لينك ستوب ما كتبغي حتى ما ياك. وبالنسبه لليسانس هي راه اقتصاديه، بالنسبه كتاكل شي 2% 2.5%، يعني اقتصاديه هي على الليسانس. بالنسبه خوتي هادو هما الكرينات، هادو المرايات كما كتشوفوا الكاشمانات. وكما كتشوفوا هنايا لا بتحط شي سله ولا شي لعيبه شي ميكا. وبالنسبه كاين هاد البلاصه هادي، انا لو بتحط المنظار ولا التليفون، المهم بلاصه صغيره، شي وراق، شي لعيبه صور. اشربوا. بالنسبه يا عندك السيستم تاع اذا كان بيكي بحال هكا ابطل تحت ما كديماريش، يعني حتى تطلع بيكي عاد تديماري. وبالنسبه هذا هو السيستم اللي كاين في الروبو، يعني كتوقف ستوب كتسكت بوحده. كما كتشوفوا دابا انا عندنا فرانات تاع الزيت وفرانات او بي اس. بالنسبه لي نخليكم الفيديو شنو هو لا بي اس. كما كتعرفوا هو فران، واحد الفران اوتوماتيك، يعني كتشد الفران تاع القدام وكيتشد مع تاع اللور، كتشد تاع اللور وكيتشد مع تاع القدام، وكيكون واحد التحكم اللي هو زوين، ومسافة التوقف كتكون أقل على الفران العادي. بالنسبة هذا هو الشكل تاعهم كما كتعرفوا اس اس سكوتر. بالنسبة هو راه كروا في انجيكسيون، بالنسبة هو راه انجيكسيون خلاص ما كتكونسوميش.
واش اخوتي، كما كتعرفوا السيستم تاع اس اش روبو، كما تشوفوا شفنا السيستم تاعها. ودابا غادي ندوزو للسوغان. بالنسبه للسوغان يعني خفيفه وسهله. بالنسبه انك اذا كنتي كتسوق بيكالا، يعني هتشد موتور اس اش غادي تسوقو، يعني موتور اللي هو سهل انك تسوقو. كسيري وفراني، كسيري تعيش، فراني تموت. بالنسبه هذا هو السيستم تاع اس اش، يعني هي سهلة في السوقان، يعني 690 و600 والفيتاز يعني صعب منها في السوقان. بالنسبة هي سهلة في السوقان، يعني التحكم تاعها سهل كما كتعرفوا. السكوتر راهو يعني سهل في السوقان تاعو. وبالنسبة للإس أش هي مزيانة في يعني في المدينة والسفر وكل شيء، كما كتعرفوا انها ما تتسخنش، هي يعني يمكن لك انك تضرب باتل 400 كيلومتر حتى 500 كيلومتر بلا ما تسكت. يعني بالنسبة هي اقتصادية في ليسانس. بالنسبة هي انجكسيون، يعني كتاكل شي 2.5%، يعني اقتصادية 100%. بالنسبة لو كما تعرفوا السيستم تاع كما كتعرفوا فيه السيستم تاع الابي اس، يعني تاع فرانات، اللي فرانات زوينين يعني كيوقفوا في البلاصة. وبالنسبة اس اشرو الشكل تاعها اللي هو جميل كما كتشوفوا. كما كتعرفوا ان الاس اشرو عزيز على الدراري وعلى الدريات، وكما كتعرفوا هي في المغرب انها عزيزة على جميع الفئات الصغار والكبار. وبالنسبة هي الشكل تاعها اللي هو رائع، يعني والسيستم تاعها اللي هو زوين وسهل في السوقان كما قلنا. كما كتعرفوا ان موتور اس اش راديتور، يعني ما كيسخنش لا في الطريق لا في المدينه. وبالنسبه ليسانس كما كتعرفوا ليسانس سيك، وكاينه بلاصه الزيت كدير ليه الزيت بوحدو، يعني بحال الموتور فيتيز، يعني هو ماشي بحال السكوترات اخرين كاين اللي كتخلط الميلونج، يعني كدير ليه ليسانس ميلونج، يعني هذا كدير ليسانس عادي، يعني ليسانس الزيت بوحدو وليسانس بوحدو. يعني هذا هو البلان تاع اس اش روبو. نتمنى انه يعجبكم الفيديو، ونخليكم مع الدورة في المدينة.
الجو هذا. Thank you.